طيب هنروح مع حضراتكم بقى لدراسه حديثه وغريبه في نفس اللحظه يا شاذلي. بص الدراسه بتقول ايه. دراسه حديثه بتقول ان في عدد كبير من الموظفين بيفضلوا البقاء في وظائفهم الحاليه بدلا من التقدم الى المناصب الاداريه العليا، يعني مش عايزين ترقيات خلاص، ومش عايزين حتى يبقوا مديرين او يشتغلوا في اي وظائف اداريه كبيره. والدراسه دي تمت في امستردام واجريت على 1000 شخص في 34 دوله حول العالم. انا على فكره انا مؤيد. انت مؤيد؟ انا معاهم للكلام ده فعلا. فكره ان الاصل، خدي بالك ان الاداريات ما هياش سهله، يعني انا ممكن اكون شاطر في شغلي بس مش شاطر اداريا، ان انا اكون مسؤول يعني عن فريق عمل واداريا. بس مؤشر اولا ان النجاح والتقدم في شغلك، بس يعني ممكن اكبر في نفس الحته بتاعتي، فهماني؟ يعني انا اكبر في نفس. طيب خلينا نشوف الدراسه قالت ايه ونعرف تفاصيل اكتر من الدكتور رأفت شحاته، استاذ الاداره واستشاري التنميه البشريه. دكتور صباح الخير. صباح الخير يا فندم باشا. يا اهلا بحضرتك. اهلا يا دكتور، ازاي الاخبار؟ الحمد لله بخير يا فندم. ايه الاسباب يا فندم؟ ايه الاسباب اللي خلت عدد كبير من الشباب مش عايزين الترقيه؟ طيب هو الشباب اللي بيرفض التربيه في الترقيه في جزء منهم عنده حق وفي جزء منهم ما عندوش حق او ما عندوش طموح. اللي بيرفض الترقيه، الفرق بين الموظف وبين المدير زي ما حضرتك تفضلت وانت بتتكلم، هي فكره ايه؟ عندي صفات معينه لو مش موجوده عندي ما ينفعش ابقى مدير. فربنا ما خلقش الناس كلها تنفع تبقى مديرين. الفرق بين الموظف والمدير، الموظف هو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن التنفيذ فقط، لكن المدير مسؤول عن اخرين ومسؤول عن التخطيط ومتابعه التنفيذ. في صفه لو مش موجوده عند الشخص يفضل انه يعتذر عن الترقيه عشان ما يتقالش عليه كده لفظ بلدي بنقوله في مصر كده بيلق. يعني ايه بيلق؟ يعني مش مالي مكانه. الصفه دي بنسميها الحزم، وهي للاسف بنسبه 100% موروثه. احنا بنقسم شخصيات البني ادمين الى ثلاث انواع: سلبي، وده ما ينفعش يبقى مدير لانه ما يعرفش ياخد قرارات. عنيف، وده ما ينفعش يبقى مدير لانه بياخد قرارات تدمر المؤسسه. وحازم، هو ده اللي ينفع يبقى مدير. فبالتالي لو انا شايف في شخصيتي اميل للسلبيه فانا يفضل ان انا اعتذر عن اي منصب قيادي. لكن في بعض الشباب بيتسموا بالحزم بس ما بيحبش المناصب القياديه عشان باللفظ البلدي عندنا عايز يكبر دماغه. ده في معناه في الاخر انه شخص بلا أو ممكن تأيده يا دكتور، يعني ممكن يحس ان المنصب الاداري ده بيأيده عن انه يبدع في الحته اللي هو موجود فيها. لا، ما فيش حاجه اسمها يأيده. احنا في الاخر الشخص لازم يكون عنده طموح. طب ما انت في الوظيفه، انت كموظف عندك مسؤوليات، لكن انا لو قلت اصل انا مش عايز ابقى مدير عشان ما تأيدش يبقى انا ما بحبش اتحمل مسؤوليه. وفي نفس الوقت ما عنديش طموح، لان انا طب هفضل طول عمري موظف. الوحيد اللي مقبول بالنسبه له انه يفضل طول عمره موظف اللي ما عندوش ملكات انه يبقى مدير، فانا ما اقدرش الومه لانه لو بقى مدير هيفشل. لكن انا عندي ملكات ان انا ابقى مدير ناجح، ومش عايز ابقى مدير ناجح عشان ما ايدش نفسي او ما اتحملش مسؤوليات، فده شخص غير مسؤول. طيب يعني دكتور برضو حضرتك بتقول انه الحزم هي للاسف صفه موروثه، لكن اعتقد انه في ممكن البعض يعني الاشخاص ممكن ما تبقاش اكتشفت نفسها اصلا في مواقعها، يمكن لو اترقى بالفعل وجرب انه يكون في وظيفه قياديه او في منصب قيادي ممكن يكتشف نفسه، ممكن يتعلم من اخطائه مثلا. حلو السؤال ده يا جمانه، لانه بعض الناس بيجي يقول لك ايه الراجل ده احنا كنا شايفينه سلبي بس احنا دلوقتي شايفينه حازم. لا، هو ما كانش هو ما اكتسبش الحزم، هو الحزم كان عنده بس ما ظهرش غير لما ابتدى يتحط في المحك زي ما بيقول كده، فابتدى يظهر. لا، ده بيعرف ياخد قرارات. ما هو لازم حاجه برضو نفكر، هو الحزم مرتبط بايه؟ الحزم مرتبط باربع حاجات. لو انا بعرف اعملهم فانا شخصيه حازمه، اللي هو اخذ القرارات، اخذ المخاطر، المواجهه، وحل المشاكل. لو انا بعرف اعمل الحاجات دي كويس لازم الاربع عوامل دول يا دكتور. ما انت خدت بالك هو هم الاربعه، يا اما هيبقوا عاليين يا اما هيبقوا واطيين. عاده ما تلاقيش واحده منهم عايز. اللي بيعرف ياخد قرارات بيعرف يحل مشاكل، اللي بيعرف ياخد قرارات ويحل مشاكل بيعرف يواجه. اللي بيعرف يعمل الثلاثه دول عاده بيبقى قلبه جامد بياخد الفقر. جزء كبير كمان من الموضوع يا دكتور اعتقد يعني انه لازم يكون عنده مرونه في التعامل. هي دي صفه مطلوبه لكل الناس سواء للموظف او للمدير. لكن اكثر الحاجات اللي بيتسم بيها المدير ولازم تنجحه هي فكره القدره على التخطيط، لان الموظف ما بيخططش، الموظف بينفذ. مين اللي بيخطط؟ هو المدير او القائد يعني.
ولو نفتكر مثلا الأب الروحي للإدارة الحديثة قال جملة حلوة جدا، قال لك الأشجار تموت من القمة، يعني المؤسسة بتموت لما تجيب لها قائد فاشل أو مدير فاشل. فعشان كده احنا دايما لما نيجي ناخد مدير لازم يكون عنده قدرة على التخطيط عشان يقدر يحرك المؤسسة لقدام. هي دي الفكرة. يعني جورباتشوف دمر الاتحاد السوفيتي ازاي؟ كان بيحط فوق كل مؤسسة شخص فاشل، شخص فاشل. فبيحصل ايه في المؤسسة؟ المؤسسة بتقع. طيب دكتور، في نفس الوقت برضو يعني لو اتكلمنا بقى على الدراسة دي تحديدا، يعني اعتقد انه الشخص اللي بيفضل في مكانه بيرفض المناصب القيادية ان هو يتقدم حتى في شغله، هو بيفضل مكانه برضو، يعني مفيش اي ميزة اضافية ممكن يحصل عليها لو فضل في مكانه الفترة. بس هقول لك بره في امريكا وكندا في حاجة مش موجودة عندنا في مصر، عشان كده بتخلي بعض الشباب يعملوا اللي حضرتك بتقوليه. بالقانون في الكندي والامريكي، ما انا ما اعرفش في اوروبا ولا لا نفس الفكره، لكن القانون في امريكا وكندا بينص على انه مرتبك ما يزيدش عن مرتب الموظف اللي تحتك ماكسيمم ب 5%. يعني انا دلوقتي لو مرتبي 10 جنيه وبقيت دلوقتي مثلا مدير، مرتبي هيزيد 5%، يعني هبقى 10.5. فبعض الناس اللي هم ما عندهمش طموح يقول لك طب انا عايز بنفسي ليه؟ ما خليني موظف وخلاص. وبعدين خلي بالك لما بتترقي بره الضرايب عليك بتعلى قوي، فانت بعد ما تتشال منك الضرايب تلاقي نفسك قربت قوي من دخل الموظف اللي تحتك، وهو مسؤول عن نفسه وانا مسؤول عن مجموعه. بس اللي بيفكر بالمنظر ده شخص ما عندوش طموح، يعني اكيد مطلوب. طبعا لانه في الاخر طب ما انا مش انا اخذت خطوه بترقيت بعدها ترقيت بقيت بقى بعد كده مدير الشركه، لا ده ساعتها مرتبي يبقى رقم كبير جدا. وعايز اقول لك في مصر انا بشتغل مع بعض الشركات، في احد الشركات صدقيني ده حصل فعليا، حد مهندس هو بيشتغل سيلز انجينير رفض انه يترقى لان البونص اللي بياخدها وهو سيلز انجينير اعلى من البونص اللي بياخده لما يبقى مدير، فضحى بالترقيه وبالمستقبل عشان الفلوس. طب ايه تعليق حضرتك على الموقف اللي زي ده؟ ما انا هلومه في حاله واحده بس، لو هو موهوب في الاداره وعمل كده. لو هو مش موهوب في الإدارة يبقى من عند ربنا، اللي هو خلاص هو الراجل مش موهوب في الإدارة وفي نفس الوقت وظيفته كبياع تجيب الفلوس أكتر من وظيفته كمشرف بيع أو كمدير بيع، فخلاص خلاه في الحتة اللي هي جايبه له فلوس كتيرة واللي متمشي مع مستقبله، سوري ماشية مع طبيعة شخصيته. لكن لو الراجل ده موهوب في الإدارة لا، اتحط عليه علامة استفهام ويتقال إن الراجل ده مش ما عندوش أي طموح. طب دكتور رافت، ممكن يبقى في مثلا ورك شوبس او ورش عمل مثلا لتأهيل الشخصيات القياديه، ممكن يبقى في حتى بعض الصفات او السمات اللي ممكن اكتسبها؟ طبعا في مهارات كتيره يمكن اكتسابها للاداره، زي مهارات التخطيط، زي مهارات التحليل، زي مهارات قياده الناس، زي مهارات التوجيه. ما دي كلها مهارات. انا دلوقتي عشان ابقى مدير لازم اعرف اخطط، لازم اعرف احلل، لازم اعرف اوجه الناس اللي تحتي، لازم احفز الناس، كل دي مهارات بيكتسبها الشخص. لكن فكره الحزم هي دي طبيعه الشخصيه. في شخصيات تنفع، يعني الرئيس السادات لو تاخدي بالك من هو صغير بالتاريخ بيحكي ان هو كان بيحرك اخواته وبيقول لابوه انا عايز ابقى القائد بتاعه، هو عنده في شخصيات بتبقى قياديه بطبعها. الله ينور عليكي. فهو لو انا ما عنديش هذه المهاره وما عنديش هذه السمه لا، يبقى اعتذر عن المنصب الاداري. لكن احنا في مصر اي واحد طالما قدمت في الوظيفه لازم اترقى. لا مش يعني وضحت الفكره. احنا للاسف طبعا انقطع الاتصال، لكن بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور رأفت شحاته استاذ الاداره والتنميه البشريه. واضح انه لا، مش لازم الشخص يترقى يا شاسل. انا برضو شايف كده، انه برضو حتى ما زلت عند موقفي اني عادي ممكن افضل زي ما انا في مكاني واكبر في مكاني، لكن مش لازم امسك تايتل. طبعا هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر.